بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ البث التفاعلي الثاني مواصلة للبث الأول الذي تكلمنا فيه على ثلاث مراحل، واليوم إن شاء الله سنتكلم أيضا على ثلاث مراحل: المستوى الأول والثاني والمتوسط المقصود به والمستوى المتقدم. أما المستوى الأول فنحن أخذنا في الفترة الماضية أو البث الأول مجموعة من الحركات التي تساعدنا على سير عملية القلم. اليوم سنأخذ ثلاث حركات أخرى جديدة إضافة إلى الحركات الأولى. اليوم سنأخذ هذه الحركة. هذه الحركة الأولى. من العرض إلى نحف الكتابة، من العرض إلى نحف الكتابة بهذا الشكل، ثم صعود إلى اليمين بهذا الشكل بحيث ينتهي القلم بهذا الشكل. هذه أول حركة معنا اليوم. طبعا تجدون أننا أضفنا حركة أخرى إلى هذه الحركة. هذه الحركة سنستفيد منها في مكانين: عندما نكتب الباء مع الفاء بهذا الشكل، وعندما نكتب حرف الهاء. طيب، الحركة الثانية هذه الأولى، اكتبوا معي هذه الحركة. الذين في المرحلة الأولى، نضع القلم بهذا الشكل ثم نصعد بشكل متدرج، يعني بشكل نحيف. كيف نوجد هذا النحف؟ بتحريك الأصابع بهذا الشكل. انظروا، الإبهام تحرك القلم، يعني نضع القلم هنا ثم نحرك القلم قليلا فيظهر الجزء نحف القلم بهذا الشكل، ثم نضع الحركة الثانية هذه حتى نصل هنا. وهذه الزاوية ذكرناها في أول حلقة لنا، وهي الزاوية التي نخرج منها مثلا لحرف الباء أو لحرف الألف، وهي زاوية معروفة ذكرناها في الدرس الماضي. إذن هذه أول حركة معنا اليوم، ونبدأ بها من اليمين إلى اليسار بهذا الشكل. طيب، نأتي إلى الحركة الثانية. الحركة الثانية وهي نمشي خطوة بخطوة. الحركة الثانية هي نزول بالقلم بهذا الشكل، يعني كأننا وضعنا فم القلم هكذا هكذا، أطول من فم القلم قليلا. انظروا بهذا الشكل، ثم نتجه إلى اليمين حتى نصل هنا، ثم نتجه إلى الأسفل بهذا الشكل. طيب، انظروا، هذا الجزء مهم جدا وهذا الجزء مهم جدا. يعني لا نبدأ بهذا الشكل، لا، نبدأ بهذا الشكل، نزول قليلا ثم ذهاب إلى اليمين ثم نزول من جهة اليمين هكذا. البعض قد يبدأ شكل صحيح ثم ينتهي هكذا، لا، أيضا يجب ننتهي بنزول إلى الأسفل. وهذه حركة مهمة جدا سنأخذها في بعض الأحرف مستقبلا. واضح كيفية الحركة؟ أتمنى كتابتها من الجميع. أول حركة بهذا الشكل، ثم ذهاب إلى اليمين مع نزول بسيط جدا، ثم بهذا الشكل. طيب، بهذا الشكل، يعني تعملنا خط هكذا يكون هنا فراغ، تعملنا خط هكذا يكون هنا فراغ. هذه الحركة أين سنجدها؟ نجدها في حرف الياء.
عن خط النسخ، ولكن هذه الحركات نستفيد منها في خطوط كثيرة ليس فقط في النسخ. هي تلين اليد وتساعد على معرفة زوايا القلم. طيب، عندما نعمل الياء نجد أن هنا، انظروا بهذا الشكل، ثم نأتي بالقلم من هنا بهذا الشكل، وهذه الحركة هي تشبه أيضا التي في الثلث وحتى التي في الديواني مع أنها قصيرة هكذا، والتي في النس تعليق ولكنها قصيرة، ولكن هو المبدأ واحد. طيب، هذه الحركة الثانية أتمنى أنكم كتبتموها معي، هذه الحركة الثانية. طيب، نأتي للحركة الثالثة، نأتي للحركة الثالثة، الحركة الثالثة هي هذه، بهذا الشكل، وهذا الشكل انظر من هنا بشكل طويل، من هنا بشكل طويل، يعني هي نفس الشظية التي تكلمنا عنها بالدرس الماضي بهذا الشكل، يعني هذا الجزء ليس واقف، لا، هذا الجزء بهذا الشكل فيه استقامة كأنه نقطة مستوية بهذا الشكل، ثم نصعد إلى الأعلى هكذا، واضح؟ وهذا سنستفيد منه أين؟ انظروا، حرف الهاء سنستفيد منه في نهاية الأحرف، مثلا نون، نفس المبدأ لكن النون يقف هنا قصير فقط، ولكن هو نفس الفكرة. نهاية الياء مثلا، رأيتم؟ هذه النقطة هي التي أخذناها هنا وهي تأتي مع الهاء أيضا. واضح الآن؟ إذن معنا ثلاث حركات مهمة، هي مقرر المستوى الأول الذي سيتمرن عليه إن شاء الله هذا الأسبوع، وهي ثلاث حركات. الحركة الأولى قلنا هي من اليمين إلى اليسار وصعود بنحف القلم ثم اتجاه إلى اليمين والوقوف عند هذه الزاوية، هذه أول حركة. وثاني حركة هي ننزل قليلا بفم القلم ثم ذهاب إلى اليمين مع نزول بسيط مع هذه النهاية، النهاية فيها نزول بسيط. الحركة الثالثة وهي نقطة مستقيمة على السطر بهذا الشكل ثم امتداد منها إلى الأعلى بهذا الشكل هكذا ثم هكذا، هذه ثلاث حركات مهمة تساعدنا على معرفة بعض تفاصيل الأحرف وكيفية يعني اليد تكون لينة مع القلم. إذن هذه ثلاث حركات للمرحلة الأولى. هنا انتهينا من المرحلة الأولى